السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه، بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بعثه على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فأخرج من الضلالة وبصر من العمى وأرشد من الغي، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبتم أيها الأفاضل وطاب ممشاكم، وقرن الله بالجنة طيب خطاكم. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاهي. يسعدني أن ألقاكم أيها الأكارم في مجلسنا الثاني من مجالس سير الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم جميعا، ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع ثالث رجل في هذه الأمة بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والصديق أبي بكر رضي الله عنه، إنه عمر الفاروق ذو المقام الثابت المأنوق، نصر الله تعالى به دعوة الصادق المصدوق، إنه العالم العابد والتقي الزاهد الذي يفر منه الشيطان
كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إنه الخليفة العادل والشديد الشفيق والإمام الكبير الذي نصر الله تعالى به الإسلام والمسلمين. إنه الرجل الذي أثبت للتاريخ أن قوة الإيمان أعظم من صولة الطغيان، وأن تكبيرات الموحدين أشد وقعاً من رماح ونبال المشركين. إنه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أراد المسلم أن يتحدث عن عمر وقف والله مشدوهاً مبهوتاً، لأنه يجد كماً هائلاً من المواقف الرائعة والبطولات الشامخة وأوسمة الشرف وشهادات الفخر والمناقب والفضائل. فمن أين أبدأ يا ترى؟ هل أبدأ بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه واعتزازه واعتزاز المسلمين بإسلامه، أم أبدأ بعلمه وفقهه، أم أبدأ بجهاده وبلائه ودعوته إلى الله جل وعلا، أم أبدأ بخلافته وعدله، أم أبدأ بثباته عند استشهاده؟ من أين أبدأ يا أبا حفص ولي قلب له في حبكم أسرار؟ يا أيها الفاروق تاريخ الورى زور وفي تاريخكم أنوار. أحبتي في الله، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طويلا جسيما، وكان على شركه يؤذي الثلة المؤمنة الموحدة بمكة ويضيق عليهم، كان شديدا على المؤمنين الضعفاء، حتى إن عامر بن ربيعة حينما هم بالخروج من مكة مهاجرا إلى أرض الحبشة، وكانت زوجته تتأهب لذلك وترحل بعيرها، مر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان مشركا آنذاك، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت: آذيتمونا وإنا نريد أن نرحل إلى مكان لا نؤذى فيه. فنظر إليها عمر ورق قلبه وقال: صحبكم الله. فلما رجع زوجها أخبرته الخبر، وأنها شعرت بأن عمر بن الخطاب الشديد على المسلمين المضيق عليهم، شعرت بأن قلبه رق لحالها وهي ترحل بعيرها للخروج من مكة. فقال لها زوجها عامر بن ربيعة: أتطمعين أن يسلم الذي رأيت؟ لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قال: أبدا لا يسلم عمر، هذا الرجل آذانا في مجالسنا، هذا الرجل سبنا شتمنا ضيق علينا كان شديدا علينا، كيف يسلم هذا الرجل؟ أطمعت أن يسلم؟ أتطمعين أن يسلم هذا الذي رأيت؟ لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. كأنه يقول: إذا أسلم الحمار، والحمار بهيمة والبهيمة غير مكلفة ولا تعقل، كأنه يقول: إنما يسلم عمر إذا أسلم الحمار، أي الحيوان، يعني هيهات هيهات. ولكننا نقول أيها الأكارم إن شدة عمر رضي الله عنه وقسوته على المسلمين
تكمن وراءها رقة ورحمة، عطف وشفقة. فقد شاء الله جل وعلا أن يسلم عمر رضي الله عنه، واستجاب ربنا عز وجل دعوة نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمر بن هشام أبو جهل، وعمر بن الخطاب هو الصحابي الجليل، وهو موضوع حديثنا الليلة. روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: فكان أحب الرجلين إلى الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وها هنا درس جدير بنا أن نقف عنده أيها الأكارم، وهو أن الله تعالى يهدي من يشاء. فإياك أن تحتقر الناس أو تتعالى عليهم أو تترفع على الضعفاء، أو أن تظن أنك ثابت إلى أن تغادر الدنيا، أو أن المجرم أو الفاسق أو الفاجر بل الكافر لن يسلم. هذا الرجل قال: أتطمعين أن يسلم الذي رأيت؟ لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. ونقول أيها الأكارم: لا يجوز للمسلم أن يتألى على الله. الهداية نور يقذفه الله جل وعلا في قلوب من يشاء من عباده، وقد قال ربنا عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا درس أيها الأكارم، لأن بعضنا قد يغتر أحيانا وينفخ فيه الشيطان ليصور له نفسه وكأنه أمير المؤمنين، وكأنه رجل معصوم، وكأنه لا يخطئ، وكأنه بلغ الدرجات العلى في الطاعة والإيمان، فإذا به يحتقر الناس ويقول: هذا منافق لا يسلم، وهذا عدو الله عز وجل، لن يصلح حاله أبدا. وما أدراك وأنت تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وما أدراك أن الله يهدي فلانا أو أن الله يضل فلانا، وأنت تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا. اسمع: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، عياذا بالله، ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا، يصبح مؤمنا لا يأتي عليه المساء إلا وقد كفر، عياذا بالله، يمسي مؤمنا لا يأتي عليه الصباح أي الموالي إلا وقد كفر، عياذا بالله. لذلك نردد دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على التوحيد والطاعة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد إسلامه بمثابة العزة الكبيرة لأهل الإسلام. دخوله في الإسلام كان عزا لأهل الإيمان، صار الموحدون بمكة، وأنتم تعرفون خبر الموحدين وقد ذكرت أخبارهم في مجلس السيرة، كانوا يعذبون، يضيق عليهم، ينكل بهم، يجرون على
رمضاء مكة تؤخذ أموالهم، يستصغرون، يستهزأ بهم، يزدرون، وهكذا. المقصود باختصار كانوا مضطهدين، كانوا مقهورين، كانوا مستضعفين. فلما أسلم عمر بن الخطاب صاروا يصلون بمكة، لا يعترض على صلاتهم أحد. لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تغيرت نظرة جمع من زعماء مكة إلى هؤلاء الكرام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويدلكم على ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أي منذ أسلم عمر بن الخطاب صرنا أعزة، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعند الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان إسلامه، يعني عمر بن الخطاب، كان إسلامه نصرا. إسلام عمر بمثابة النصر الباهر لأهل الإيمان، لأنه رجل معروف بمكة، معروف بنسبه، معروف بقوته، معروف بجلده، معروف بقول الحق، كان معروفا بقول الحق، معروفا بالجلد والمواجهة، معروفا بالجرأة. أيها الفضلاء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل جريء في الحق، يعني يقول كلمة الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، يصدع بكلمة الحق وإن كانت سببا في قتله، وإن كانت سببا في ذهاب ماله. كان يواجه رضي الله عنه القاصي والداني، البعيد والقريب، يواجهه بالحق رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأدلة على ذلك، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه في خبر غزوة أحد. وغزوة أحد أيها الكرام هي الغزوة التي اجتمع فيها لأهل الإسلام النصر والهزيمة. انتصر المسلمون في أول الغزوة، فلما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلت بهم الهزيمة، خلف الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أميرهم عبد الله بن جبير، وهو يذكرهم: أنسيتم ما قال لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ولكنهم راحوا يبحثون عن الغنائم، فاغتنم الفرصة خالد بن الوليد وكان آنذاك مشركا رضي الله عنه، وأتاهم من وراء الجبل واستطاع أن يصيب منهم عددا كبيرا، قتل بعض المسلمين وتوقف آخرون عن القتال ومنهم من فر. وباختصار انهزم المسلمون بعد انتصار: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. في غزوة أحد رجع أبو سفيان قائد المشركين، رجع فرحا مسرورا، جذلا منتشيا بما أحرز، وقد قتل من المسلمين 70. فجعل أبو سفيان وهو في معسكره ينظر إلى معسكر المسلمين، حديث عند البخاري عن البراء، وجعل يقول: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فلم يتكلم الصحابة. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قالها مرتين، الأولى أفي القوم محمد، قالها ثلاثة: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ابن أبي قحافة كما مر معنا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
قال لهم لا تجيبوه، فسكتوا. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ قالها مرتين. الصحابة ساكتون صامتون، لم يجبه منهم أحد. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه حتى قال: كذبت والله يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يسوءك. ما استطاع أن يملك نفسه، فجعل أبو سفيان يقول منتشيا فرحا: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قالوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان منتشيا فرحا مسرورا: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحروب سجال. قال: هم قتلتم منا في بدر، قتلتم 70، نحن قتلنا اليوم 70. انتصرتم يوم بدر، انتصرنا عليكم اليوم. كذا يقصد: يوم بيوم بدر والحروب سجال. فقال الصحابة رضي الله عنهم قد علمهم صلى الله عليه وسلم: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الشاهد أيها الفضلاء قول عمر ولم يملك نفسه وهو يسمع مقولة أبي سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. لم يملك عمر بن الخطاب نفسه فأجاب. ثم عمر بن الخطاب معروف بأنه يصدع بكلمة الحق، وإذا رفع صوته وقال فإن الهيبة تدب في صفوف الأعداء. ولذلك نطق رضي الله عنه وأرضاه وهو المعروف بشدته ومواجهة أعداء الله جل وعلا. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة كتابة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، في قصة كتابته للكتاب وإرساله إلى المشركين بمكة، يخبرهم بتجهز النبي صلى الله عليه وسلم بجيش جرار عرمرة لغزو مكة. أرسله مع ضعينة كانت تخبئ الكتاب، يعني اللي فيه الخطاب، تخبئه في ضفائر شعرها. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، قال: اذهبوا إلى روضة خاخ، فإن بها ضعينة وعندها كتاب، فخذوا منها الكتاب. انطلق علي رضي الله عنه والزبير بن العوام، انطلق كالصقرين حتى وصل إلى روضة خاخ، وإذا بضعينة امرأة. قالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. قال: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذب. فلما رأت شدتهم أخرجته من ضفائر شعرها، رجع به النبي صلى الله عليه وسلم ففتح، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين يخبرهم بتجهز النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين لغزوهم بمكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد أحضر حاطب: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، أنا لست من القرشيين الأصليين، نعم أعيش بينهم لكنني لست نسيبا منهم، لست من القرشيين، إنما أنا ملصق فيهم، يعني أعيش بينهم. وكان الذين معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم،
فوددت وقد فاتني ذلك، وددت أن أجعل لي بمكة يدا أحمي بها قرابتي ومالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقة. الشاهد نطق عمر بن الخطاب ويسمع الخطاب، الرجل صحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لكن كتب خطابا يخبر المشركين كأنه يقول: استعدوا يا أعداء الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيفاجئكم ويباغتكم للقضاء عليكم، فخذوا أهبتكم واستعدوا للمواجهة. هذا من إفشاء أسرار الحرب. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإنه قد خان الله ورسوله. سبحان الله، عمر رضي الله عنه معروف بالشدة، قال له: خليني نطير له الراس بتاعه، هذا منافق، هذا كيف يعني؟ هذا يعمل عمل جواسيس، هذا يخدم أعداء الله، هذا يفشي أسرارنا، هذا ينشر أخبارنا الخاصة، هذا يحرض علينا الأعداء. إذن هذا في صف أعدائنا: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإنه قد خان الله ورسوله. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. عمر نعم رضي الله عنه كان شديدا على المخالفين، كان قاسيا على الذين يجانبون الصواب، لذلك أراد أن يضرب عنق حاطب، بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين له الحق. نعم غيرة عمر محمودة، ولكنها تجاوزت الحد هاهنا، لأنه يخاطب رجلا شهد بدرا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الشاهد أهل بدر أهل خير عظيم جدا، حتى من باب الفائدة، حتى إن الصحابي حينما يترجم له ويذكر يقال: فلان الفلاني ولا فلان ابن فلان كان بدريا، لا يقال مثلا عن الذي شهد غزوة تبوك كان تبوكيا، لا يقال عن الذي حضر غزوة أحد كان أحدية مثلا، لا يقال عن الذي شهد غزوة الخندق كان خندقية، لكن الذين شهدوا بدرا يقال عنه كان بدريا، فلان البدري عن أبي مسعود الأنصاري البدري، وهكذا، لأن غزوة بدر كانت شامة في جبين الدهر. فليسمع الدهر وليسجل التاريخ وليسر بخبر هؤلاء الركبان، لأنهم بلغوا الدرجات العلى. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ويدلكم على صدق عمر وإخلاص عمر وصلاح عمر أنه لم يعترض قط على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أهل بدر أهل عمل صالح جليل، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثير. من ذا الذي ما ساء قط أم له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. عمر بن الخطاب كان صادقا، وأنت إذا أردت أن تغير المنكر فاقتدي بعمر، ولتكن غيرتك محمودة، وليكن غضبك لله. عمر غضب لله، فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام حال أهل بدر سكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أذكر لكم قصة أوردها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الجميل الموسوم بتلبيس إبليس، أوردها عن الحسن البصري بغض النظر عن صحتها، إلا أن فيها عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكر ابن الجوزي
أن رجلا سمع بشجرة تعبد من دون الله فخرج يريد قطعها. إنسان سمع شجرة فلانية تعبد من دون الله قال سبحان الله، الناس تشرك بالله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده، لا يجوز للبشر أن يعبدوا الشجرة، هذه الشجرة الحل لا بد أن تقطع. خرج الرجل وقد غضب لله عز وجل لأن الناس يشركون بربنا عز وجل ويعبدون هذه الشجرة. فاعترض له الشيطان في صورة إبليس، في صورة إنسان، اعترض له الشيطان إبليس في صورة إنسان، قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقطع تلك الشجرة فإنها تعبد من دون الله جل وعلا. قال له الشيطان في صورة إنسان وما عليك إذا لم تعبدها؟ قال لأقطعنها لئلا يعبدها أحد. قالوا لا تدخل في روحك، أنت ماكش تعبدها، خلاص ما تدخلش، خلاص أنت ما يضركش يا أخي، أنت ماكش تعبدها وتعرف بلي تعبدهاش، انتهى الأمر. قال لأقطعنها. قال الله ما خليها وقطعها، ما فيهاش كلام. الشيطان تحايل عليه فقال له هل لك أن تتركها ولك في كل صباح ديناران تجدهما عند وسادتك؟ قالوا وش رايك، اقترح لك اقتراح، خليها ما تقطعهاش، كل نهار تنوض في الصباح تطلع هذه الخده تاعك تجد دينارين ولك دينارين. فقال الرجل ومن لي بالدينارين؟ قال انا كفيل بهذا، انا اتكفل بهذا الامر، المهم تنوض تلقى تجد دينارين. قال نعم ارجع. فرجع الرجل، نام، استيقظ في الصباح فوجد دينارين. هذه مليحة، هذه تموت تبقى نعم تجد دينارين، الحاكمة لحد الآن. المصيبة أنه ضيع ما هو أعظم. يعني في اليوم الموالي نام الرجل، فلما استيقظ نظر فلم يجد شيئا، قلب الوسادة المخدة، قلب المخدة كاين والو، دخل يدك الحبيب في الصوف الداخل ما تبقى والو اليوم. نعم لم يجد شيئا، نظر فكر قدر عبس بصر قال، اخذ المنشار او الآلة وخرج. اعترض له الشيطان في صورة الإنسان ما لك يا فلان؟ قال لأقطعن هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال لا تفعل، ما يضرك أنك لا تعبدها. قال لأقطعنها. قال لن تستطيع قطعها. قال لأقطعنها ومضى. فاعترض الشيطان في صورة الإنسان سبيله فأخذه فخلقه ثم طرحه أرضا ثم قال أتدري من أنا؟ قال من؟ قال أنا الشيطان. أنت في الأول خرجت غضبا لله فكنت ضعيفا أمامك فما استطعت أن أردك، فاستغفلتك بالدينارين لأنني لم أقدر عليك، أما الآن فقد خرجت للدينارين، ما غضبت لله ولكنك غضبت للدينارين، فقويت أمامك أو قويت أمامك وضعفت أمامي واستطعت أن أخنقك وأطرحك أرضا. شو سبحان الله، لما خرج لله الشيطان ما يقدرش. نعم لا يستطيع، ربنا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن لما تكون أنت وأنا نكون أقوياء، وإذا كنا إحنا بالدينار بعشرة آلاف الشيطان يديك، راك ضعيف أنت يعني تسوى عشرة آلاف، هذا مش تسوى دينار ولا دينارين ولا مئة ألف ولا كذا. لما خرج غضبا لله ما استطاع الشيطان أن يصده، ولكنه استغفله بالدينارين، فلما خرج غضبا للدينارين استطاع الشيطان أن يطرحه أرضا. هذا درس أيها الأكارم، لنغضب لله عز وجل لا لأجل المال أو المنصب أو الجاه أو السلطان أو النسب. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال
بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويبتذرنه عالية أصواتهن، استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقامت النسوة وابتدرن الحجاب. غير سمعوا استئذان عمر، يستأذن عمر يدخل، كانوا النسوة من قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنه يرفعوا الأصوات عالية أصواتهم ويبتدرنه ويستكثرنه، عفوا ويستكثرنه، يعني يطلبوا منه المزيد ويرفعوا الأصوات مع من؟ مع سيد الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عمر واستأذن سمعت النسوة صوت عمر فقمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. عمر بن الخطاب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك قال أضحك الله سنك يا رسول الله. يعني جميل إنسان يقول لك، تدخل تلقى إنسان يضحك ولا كذا، قيل إنسان يضحك تقول له أضحك الله سنك يا أخي، معناتها كيما نقولوا إحنا يلا خير إن شاء الله، ضحكنا معك في الخير إن شاء الله، هذا هو المقصود، أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء النسوة، كن معي يكلمنني ويستكثرن عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أني متعجب من هذا الإنسان تاع قريش، كانوا معايا يطلبوا يرفعوا في الأصوات وكيفاش يا رسول الله ولازم كذا يا رسول الله وعلاش ما تعطيناش ولازم تعطينا وكذا وكذا، سمعوا الصوت تاعك الهربة راهم كانوا تخبوا أمور اللي صارت. نعم قالوا هذاك ضحكتني، قالوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، قالوا تعجبت من هذا راني نضحك، سمعوا الصوت تاعك هاني كان غير هنا متخبيات، يعني راهم ابتدرنا الحجاب. ماذا قال عمر؟ قال لأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا، أنت أولى يا رسول الله، أنت أولى باش يهابوك وكذا، احترموا أكثر مني من أنا، أنت يا رسول الله، لأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم انتقل عمر بحديثه إليهن فقال يا عدوتي أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تهبوني أنا تخافوني نخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش ندير معكم الآن رضي الله عنه وأرضاه؟ يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم لأنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت شوية نعم مكاش معك كذا تقصر تضحك وكذا، شديد في ذات الله رضي الله عنه وأرضاه. ويعجبني في هذا قول أحدهم قال كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، وقال آخر كان عمر بن الخطاب درا لؤلؤة، لؤلؤة مكنونة جوهرة مصونة درة غالية، كان عمر بن الخطاب درا يحمل درة، درة العصا فلله دره رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أيها الأكارم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، بعد أن قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت النسوة نعم لأنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام في رواية في لفظ آخر إيها يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر يا عمر أنت الشيطان يفرق منك يفر كي يلقاك في طريق، الشيطان يكون ماشي في طريق كي يشوفك يا عمر يهرب، كي مش حوسة بميهابوك هذو راهم مسلمات فقط، الشيطان راه يهرب، عدو الله إبليس يفر، ما رآك الشيطان سالكا فجا
إلا سلك فجا غير فجك. لا يعني هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معصوم، فالعصمة كفنت في كفن النبي عليه الصلاة والسلام، وما من إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام وإن علا كعبه في العلم وإن عظمت درجاته في الإيمان إلا أنه ليس بمعصوم أيها الأكارم. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معروفا بالشدة على المخالفين من المسلمين، فكيف إذا كانوا من أعداء الله جل وعلا؟ أيها الفضلاء، من فضائل عمر ومناقبه الغالية أنه كان عالما ملهما محدثا رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن منهم في هذه الأمة أحد فإن منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما معنى المحدث؟ ليس المحدث يعني العالم في الحديث، المحدث هو الملهم المقصود به الصادق الظن الذي يجري الله عز وجل على لسانه الحق. وعمر بن الخطاب وافقه القرآن الكريم، كلام الله، وافقه القرآن الكريم في أكثر من موضع. يقولها عمر تنزل الآية وفقه في نساء النبي عليه الصلاة والسلام وغيرتهن، قال عمر: عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أو أن يبدله نساء خيرا منكن. نزلت الآية في سورة التحريم بها: عسى ربه إن طلقكن. الآية وافقت الآية قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. في غزوة بدر اختلف الصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأسرى، أسر 70 من المشركين وقتل 70، أسر 70. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في الأسرى، والحديث في الصحيح. أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ الفدية، يعني هذو أقارب، هذو عمومنا ولد عمومنا، أقاربنا، إنساننا، أصهارنا، كذا، نأخذ الفدية، إحنا محتاجين مال ونطلقوها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ذلك. عمر بن الخطاب لا، قال: أرى يا رسول الله أن تمكننا فنضرب أعناقهم رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: الحل يا رسول الله دوتاحهم هذو فصل الرؤوس عن الأكتاف، هذا وجواهم، هذو أعداء الله، وش نديروا بالأعداء هذو؟ قتل أبو جهل، قتل أمية بن خلف، قتل فلان وعتبة شيبة، قتلت صناديد قريش آنذاك ومكة، وأسر 70. عمر كان يرى أن يقتل هؤلاء، ما نحتاجش الأموال تاعهم، نطبع على أعداء الله عز وجل. فآثر النبي عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر، قدمه وأخذ الفداء. نزل قول رب الأرض والسماء: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذا القرآن وافق قول من؟ وافق قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا في مواضع أخرى ينزل القرآن الكريم أيها الأكارم موافقا لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو محدث ملهم رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت في المنام قدحا أتيت به فيه لبن. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة.
ورؤية الأنبياء حق. إبراهيم لما رأى أنه يذبح ابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قرأها بعضهم فانظر ماذا تري، أي ماذا تري ربك من الصبر والثبات ورباطة الجأش والإذعان والانقياد لأمر الله جل وعلا. وانظر ماذا ترى، المعنى واحد أيضا، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. إبراهيم لم يسأل ولده ويطرح عليه القضية لأجل النقاش، قد يوافق وقد يرفض، أبدا. إنما أراد أن يمتحن صبر ولده، وأراد أن يختبر ثبات فلذة كبده، وإلا فما كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرد أمر الله وقد رآه في رؤيا ورؤيا الأنبياء حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت في المنام قدحا وقد أتيت به فيه لبن. شفت في المنام قدح، إناء كبير، إناء كبير، نقول مثلا القدرة ولا قاصرات هذه ولا كذا، قدح. ويقال له أيضا العس والجمع العساس، قدح. قال فيه لبن وجبه لي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتيت به فيه لبن. قال النبي عليه الصلاة والسلام فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم شربت ما شاء الله، شربت حتى البن ما شاء الله شرب، حتى كأنه الري، يعني الري يعني البلل وكذا، الارتواء ارتوى، حتى كأن الري يجري في أظفاري، يعني خلاص تعمرت كامل بذاك البن، كأن ذاك الجريان توصل حتى الأظفار، خلاص الحين يخرج. قال اسمع، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. يقعد خلاص أنا ما شاء الله الله يبارك، أعطيت البقي لمن؟ لعمر رضي الله عنه. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام فما أولت ذلك يا رسول الله؟ وش تعمل تعني وش تفسر تعد الرؤيا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم، العلم. فعمر بن الخطاب عالم جليل، هو الذي شرب اللبن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك اللبن المراد به العلم أيها الأكارم، واللبن نافع. اللبن هو طعام الرضيع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. الولد غذاء للصغير واللبن غذاء للصغير والكبير ونافع للأبدان، وتأويله في الرؤيا العلم. ما شاء الله إذا شفت روحك صالح وكذا وعندك طاس كبير تاع البن وتشرب، فقط حاول تذكروني معاك كاش ما معليش عطيوني فنجان برك معاكم ان شاء الله، كاش ما الواحد يجرع شويه يشرب شويه معاكم ان شاء الله، اللي راهو صالح ويقوم الليل ويصوم ما شاء الله ويعبد ربي، يا كاش ما لقى كاش قاص يحاول ولو يجي هذا برك يتفكرني في البن لقى راهو حشر ما تكفرش شرب غير شويه ان شاء الله. العلم ايها الفضلاء. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت في المنام الناس يعرضون وعليهم قمص. شفت في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم شافها في رؤيا، رأى الناس يعرضون يعني يجوزوا هكذا ويشوف، يعرضون وعليهم قمص أقمصة، لكن الأقمصة نفسها فمنهم أو قال فمنها ما يبلغ الثدي، جهة الثدي. قال كيف إذا لبس قميص بصح قصير حتى الآن، ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني كيف وصلوا لنا قميص من لنا قصير، كيف مثلا إلى وسطه إلى خاصرته مثلا، وكيف مثلا إلى ركبتيه وهكذا. قال اسمع، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. عمر شفته لابس قميص كركفيه، احنا هكذا كيكون هكذا نقول الانسان ما يجرش القميص ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ابو بكر رضي الله عنه بالمناسبه، ابو بكر حديث صحيح، ابو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث ان الانسان ما يجرش الازار ما يلبسش الطويل هذاك يكركر وكذا ما يحبش الكعبين، قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يستر
تعاهدا. قالوا أنا جهة تاع الإزار تاعي أبو بكر كان نحيفا، كان ضعيف نحيفا. قالوا أنا عندي جهة تطيح لي كأن الإزار حتى نطلعوك يحبط ويولي أسفل من الكعبين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خويا. لا، لأن بعض الناس يقول لك أنا أبو بكر أخي كان يطيح، كان يطيح مش هو يطيحه، إحنا توعنا يكركره يقول لك أبو بكر كان يسترخي الإزار. إن أحد شقي إزار يسترخي وحده لا يرخيه، إنما هو الذي يسترخي. اثنين: إلا أن أتعاهده، نعاود نطلعه ما نخليهش هكذا. ثلاثة: أبو بكر زكى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت لست ممن يفعله خويا لا، وأنت وأنا من يزكينا؟ إذا عمر رآه النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا وعليه قميص يجره، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ وش تأويل تعذر الرؤيا؟ عمر قميص كيني قميص وهنا كيني قميص كذا، وعمر قميص تعود كركر يجره، فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين، الدين جر القميص. قال العلماء: المقصود بذلك الآثار الطيبة التي تبقى وراءه. ونحن إلى يوم الناس هذا نتحدث عن عدالة أو عدل عمر، نتحدث عن مواقف عمر، نتحدث عن بلاء عمر، نتحدث عن صدق عمر، نتحدث عن ثبات عمر رضي الله عنه وأرضاه. الدين رجل بلغ درجة سامقة ومنزلة عالية في الإيمان والذب عن حياض الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. لما بويع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالخلافة كان ينشر العدل في الأرض رضي الله عنه. من أجمل ما قرأته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات مرة يتفقد الرعية كعادته، يتفقد الرعية. عمر لم يغيره المنصب، ما كان يتكبر على البشر أو يتجبر، بل زاده المنصب إخباتا ورقة على المسلمين وعلى الضعفاء وعلى الأرامل والسكالى واليتامى. يتعاهد الرعية، مر بخيمة فسمع بكاء صبي، استأذن فإذا عجوز. قال: من حاصل؟ قالت: ما عندي طعام. الصبي يبكي لأنه لا يجد طعاما، فقر سبحان الله. فتأثر عمر ومعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال عمر: هيا يا ابن عوف هيا. وانطلق إلى بيت الماء، أخذ كيسا من دقيق وكيسا يعني من قبل وكيسا من زبيب ووضعهما رضي الله عنه وارضاه على كتفيه. قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أنا أحمل عنك، خلاص أنت تأمر، أنت أمير المؤمنين، أنا نرفد، أنت تمشي فقط. يا أمير المؤمنين، أنا أحمل عنك. اسمع الجواب. قال عمر بن الخطاب: لا يا ابن عوف، أنت لا تحمل عني أوزاري يوم القيامة. فجاء عمر رضي الله عنه واستأذن وأعطى المرأة وأدخل البهجة في سرور صغيرها وفي نفسها. بكاء الطفل أسهر مقلتيك ينادي حسرة يشكو إليك. بكيت لجوعه، سهرت لجوعه، وبكيت خوفا من الديان، بل وخوفا عليك. وللحديث بقية بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والزارعات زرعا شوف بدا يزرع
وبعد حصدها في الحاصدة تحصدها وبعد يطحنها يهرسها وكذا في الحاصدة في الطاحنات طحنة وبعد وش يعجنها في العاجنات أو قال في الخابزات خبزة يعني العاجنات عجنة وبعدها في الآكلات أكلة في اللاقمات لقمة إهالة وسلا للإهالة الأذين يعني كما قلت حنا الزيتون والسمن يعني العجين والسمن والدهان وياكل يخلوا غير على بطنه وزيد لنا نصف الارض ولقريش نصف الارض ولكن قريش يعني الارض نتقاسموها يعني غير الماديات استغفر الله العظيم واتوب اليه المقصود ايها الاكارم صبيغ هذا الذي كان ينشر بعض المتشابه وينشر بعض البدع وكذا دعاه عمر في خلافته رضي الله عنه قال من أنت؟ قال عبد الله صبيغ صبيغ بن عسل عبد الله صبيغ أعد عمر بن الخطاب عراجين التمر وكان يجب عراج متاع الضرب باش يعطيه الفلاقة نعم في أدب رضي الله عنه أرضاه هي بعض الشياطين لا يخرجها من الرؤوس إلا العراجين إلا درة عمر رضي الله عنه ذلك أحد المعاصرين يقول كلمة أعجبتني يقول درة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا تجدها إلا في صيدلية عمر قال لا تقعش عند الفرماسيا ولا الدواء هذا يعني. تروح عند الصيدلية تقول كاين الدرة تقول كاين الدرة هذه تقول لك أنا نبيع باراسيتامول نبيع كذا نبيع كذا شنو هذا هذه قال من صيدلية عمر يعني هذا الدواء اكتشاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا هو المقصود اكتشاف عمر المقصود عمر أعد عراجين التمر قال علي به فضربه انت تقول كذا فضربه عمر حتى دمي الرجل حتى يسيب الدم قال اذهبوا به يعني ابقى خليوه عندكم خليه موجود فلما برأ كيف بدا يبرأ عاود جا باش يحس بالضربة الثانية ماشي هي الأولى وكذا فضربه حتى دمي ثم قال خذوه مده ثم دعا فقال الرجل يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا أما في الذاري والذارية ذروة فلن أعود إليه الله نزيد الضرب بها يا أمير المؤمنين نحتاج والله أيها الأكارم في زماننا هذا إلى أمثال عمر أحيانا سبحان الله تسمع الرجل في بلاد الإسلام في بلادنا ما نتكلموش احنا الان انا والله اقول لكم مرارا انا لا انقل عن وكالات الانباء الاجنبيه لا انقل لكم عن الفضائيات الغربيه انقل لكم عن واقع المعيش الاليم المرير والله رجل يعيش في بلاد الاسلام يعيش بين اظهر المسلمين الحمد لله ولكنه يتطاول على القران او يتطاول على سنه سيد الاناء او يتطاول على رسول الله عليه الصلاه والسلام ومنهم من يتطاول على الصحابه عندنا بعض الشيعه الروافض يسبون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما احنا نثني عليهم وربي اثنى عليهم هم هؤلاء الفضلاء هؤلاء الاطهار الابرار الاخيار لا يحتاجون والله الى تزكيه مثلي بل اقول بدون ادنى مبالغه لا يحتاجون الى تزكيه يحيى بن معين او الامام احمد او ابي زرعه الرازي لان الله تعالى زكاهم واثنى عليهم من فوق سبع سماوات علا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يطولوا يحوسوا يلبسوا على الضعفاء يقول لهم في سورة الكهف وما كنت متخذ المضلين عبدا يقول لهم لا وما كنت متخذ المضلين عبدا قالوا شكون المضلة أبو بكر هم يضل الناس استغفر الله سبحان إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي بقرة الشيعة قالوا لا هي عائشة رضي الله عنها قال كذلك هي البقرة لازم تذبح لعائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا هؤلاء ينشرون السم أيها الأكارم لذلك وجب علينا التحذير منهم نحن لا نملك إلا التحذير من هؤلاء الذين يحملون شرا مستطيرا ونرجو أن يقيض لنا من أمثال عمر من يؤدبهم تأديبا مناسبا أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا تغني بك الدنيا كأنك فاتح على بركات الخير يرسو ويبحر أيها الأكارم أختم حديثي هذا باختصار كم بقي
باختصار بقصة مقتل عمر رضي الله عنه، ولعل الله عز وجل ييسر لأتناوله في خطبتي الجمعة بشيء من الفوائد. عمر بن الخطاب كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدعي ربي باش ربي يرزقه الشهادة وأن يرزق الشهادة في المدينة النبوية. يشاء الله عز وجل في صلاة الفجر وهو يصلي بالمسلمين في المسجد النبوي، يصلي صلاة الصبح، يصلي إذا بمجوسي مولى المغيرة، هذا مولى يباع ويشترى، مولى المغيرة بن شعبة، رجل مجوسي كنيته أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة المجوسي. هذا الرجل دخل بين الصفوف ومعه خنجر سكين لها حدان، يعني ماضية من زوج جوايح. فعمر كبر ويقرأ، فانطلق الرجل حتى وصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطعنه طعنات. خر عمر بن الخطاب، لكن قبل أن يغادر الدنيا أخذ عمر بن الخطاب بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة، أغمي على عمر. هذا الرجل بالمناسبة صار يطعن من وجده في طريقه، هذا المجوسي هذا اللي يقتل عمر طعنه، صار من وجده فر وفي طريقه يطعن كل من واجهه، فطعن 13 صحابيا قتل منهم 7 رضي الله عنهم جميعا، ونسأل الله أن يجمعنا بهم مع النبيين والشهداء والصالحين في جنات النعيم. فلما رأى الصحابة أنه يفعل ذلك، يعني يضرب كل من يريد أن يوقفه، أحد الصحابة ألقى عليه برنوسا، رمى عليه برنوس، ألقى عليه برنوسا باش يوقفه ما يقدرش يضرب. هذا العلج هذا المجوسي لما رأى أنه مقبوض عليه طعن نفسه بالخنجر فمات، عليه من الله ما يستحق. عمر بن الخطاب أفاق من إغماءته، اسمع، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين صلوا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. غير جبتوا الفطنة صلوا ولا ما صلوا؟ بلك يعني بلك إياكم أن تفرطوا في الصلاة. رأى رجل، رأى شابا يجر ثوبه، هذا ما هوش رؤية هذه حقيقة، فقال له، ندع عمر سبحانه، أمر بمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل حتى وهو في سكرة الموت يتألم، قال: تعالى، فقدم الشاب، قال: ارفع ثوبك، ارفع إزارك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم نال الشهادة رضي الله عنه. قال ابن الحداد المالكي: كفلت سعادة الإسلام في عمر. سلام الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أسلم، وسلام عليه يوم هاجر، وسلام عليه يوم تولى الخلافة، وسلام عليه يوم قتل شهيدا. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.